صباح الخير عليكم في الروتين ديال الصباح ديالي كيف ما كنوريكم ديما. دابا ان شاء الله غادي نمشي. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نشرب قهوه باش نتوقد. غادي نمشي نصوب القهوه ديالي، نوجد الفطور ديالي. اليوم غادي نخصو فقط لراسي، بغيتكم ضروري مره في السيمانه هكا ديروا عنايه براسكم نتوما كاملين، يعني من راسكم حتى رجليكم، باش هكا تحسوا براسكم خفافين، تقدروا تدوزوا السيمانه كامله وانتم يا مرتاحين. نص السيمانه هكا تبقاو غير دوشوا مره في يومين، وهذا دابا مع الشتاء حنا حيت بس عندنا الشتاء الجو بدا كيبرد. اليوم ما غاديش ندير التبريمه حيت عاد درتها قبل بشي 5 ايام. غادي ندير هكا غير قوماج، وداكشي غادي نشاركو معاكم. القوماج ديالي حيت ساهله كنديرو وكنخبيه في الثلاجه، وقلت نشاركو معاكم. غنشارك معاكم عاوتاني شنو كندير لشعري، غنشارك معاكم ماسك ديال الوجه. المهم هذا الفيديو حتى هذا غادي يكون ان شاء الله مفيد للبنات اللي حتى هما كيبغيو باقي صوتي ما رجعش لراسو. البنات اللي حتى هما كيبغيو يتهلاو في راسهم وتهلاو ليا في راسكم، راه ما يدوب ليكم غا وجهكم زويون وحالتكم نقيه. دابا غادي نبدل عليا ونمشي نقضي النهار. خليكم مع الفيديو. العشيه عرضت عليا واحد جارتي. هاد الجاره هادي كيفاش تعرفت عليها؟ كنت واحد المره في لابيسين انا وماما كنعومو، ما كنت كنصور لكم ديك الايام حيت كنت كنحاول ما امكن ندوز وقتي كامل مع العائله، نعطيهم وقتهم كامل. كنت جالسه ويجي عندي قلت لي انا كنعرفك، كنت ما كتعرفينيش. انا راه المهم البلاصه اللي ساكن فيها عائله بوراك تما تهيمت وجاب واحد ولد دربهم. المهم حيت تما كلشي كيعرف كلشي، عرفتني حتى انا، قالت لي راه ما لحقتش نجي لعرسك. انا ما فهمت ما عرفت ما والو. قلت لها المهم تشرفت بالمعرفه ديالك وهذا، وخذت من عندي النمره التليفون. قالت لي اجي عندي انت وماماك. صراحه ما لحقتش انا وماما نمشيو عندها، لانه كنا كنقضيو غرضات، راكم عارفين كيقرب بنادم يمشي كيبقى شري من هنا شري من هنا، دور اي حاجه باقا خاصه كنمشيو نقضيوها. المهم دابا عاد كتاب ان شاء الله تلاقى معاه اليوم في العشيه. ديجا راجلي انا كيجي حتى الليل، يعني حتى ديك 11 بحال هكا كنجلس معاها وداك الشيء عاد نطلع. خليكم مع الفيديو. اول حاجه غادي ندير قبل ما نبدا نحضر كاع داكشي اللي غنحتاج اليوم ان شاء الله، هو غادي نشقق شعري بهاد الزيت هذا. انا نورمالمون كندير واحد الزيت ديال فيروز كوزميتيك خطير، لكن تسالى ليا وما عنديش كيفاش ندير دابا كوموندي من المغرب. لكن صوبت هاد الزيت هذا ديال الشعر الفلفله، غادي وصفه معروفه ولكن خصكم تصبروا عليها. كتشدوا الفلفله هكا كتقطعوها، كنزيد حداها انا شويه الطريفات ديال الثومه مع زيت العود، وكنخدنها هكا في بلاكار. ومن الاحسن تخبيوها في القراعي ديال الدجاج وتخليوها في شي مجر هكا في الكوزينه ولا في البلاكار ديالكم وتبقاو تستعملوها. دونك غادي نشقق شعري بها دابا. نجيو لهاد المقشر الجسم هذا. انا اليوم فضلت نشارك معكم اكثر الحوايج الطبيعيين اللي كنستعمل. بيان سور كاين بزاف د الحوايج كنستعملهم هكا ديال الزربه فاش كتقاد ليا هادشي وما كنلقاش الوقت فين نديرو. راه ان شاء الله نبارطاجي معكم، ولكن اليوم كان عندي الوقت دونك كناخذ قهوه تركيه. نتوما الا بغيتو الا ما لقيتوش قهوه تركيه تقدروا تاخذوا داك التخه ديال القهوه. كنزيد معاه شويه ديال السنيده وكنزيد النشا. نتوما عارفين النشا يعني اش كيدير للبشره، فريمون كينقيها كيبيضها. العسل كذلك كينقي مزيان البشره. وكنزيد زيت الورد حتى هو مزيان للتفتيح. تما كتشوفوني دايره كريم درت بيافين لانه حرقت شويه دي بلاستيغ. مي من بعد دغيا دازت في نهارها. ايوا صافي. من بعد كنزيد الحليب باش كنخلط وكنحصل على داك القوام. قوام هكا كيكون ما هو جاري ما هو ثقيل ديال القماش.
انا الصراحه هذه الوصفه هذه راه كنديرها حتى لوجهي، ولكن اللي وجهها حساس ما ديروش، انا كنحيد عليا الدمه ديال هذا الشيء، ديروه للجسم، هذا مقشر للجسم. غير بالنسبه لي انا كنديرو حتى ماسك للوجه. من بعد ما صوبت كاع داكشي اللي غادي نحتاج للحمام وهذا، قلت نبارطاج معكم هذا الاوكل اللي كندير. مثلا كندير شي حاجه خفيفه جدا، نهار كنكون باغا نتهلا غير في راسي، اصلا ما كاينش بوراك. خديت الرز دابا كنسلق فيه، غادي ندير غير سلطه خفيفه ديال الرز بالذره والطون وداكشي والمايونيز. نرتب كاع داكشي ديال الماكله ديال السيمانه وشنو خاصني ليها وش في الثلاجه وداكشي اللي راه كياخذ الوقت، ما تشوفوش شي حاجه اللي ساهله، فريمون كياخذ الوقت. سميتو خدا لي الوقت باش كتبته، باش عرفت شحال من حاجه شنو خاصها وفين غنديرها وطاطاطاطا. المهم دابا غادي ناكل هذا ونتفرج في المسلسل. بلاتي بلاتي واحد الحاجه، واش بغيتوا الفيديو يدوز بلا ما نقول لكم شي حاجه من غير العنايه بالشكل، شي حاجه نعتنيو بها من الداخل ديالنا؟ واش بغيتوا يدوز الفيديو بلا ما نقول لكم شي حاجه زوينه؟ مستحيل، ضروري ماشي حاجه تستافدوا منها. دونك هادشي اللي غنقول لك دابا بغيتك تسمعي مزيان وتحسي به. اهم شخص في حياتك هو انت، اكثر شخص كتجلسي معاه في هذه الحياه هو راسك، اكثر شخص كتهضري معاه في هذه الحياه هو راسك، اكثر شخص خاصك تهتمي به في حياتك هو انت. فاش كتهتمي براسك وبالشخص اللي كتجلسي معاه اطول فتره ممكنه في هذه الحياه، ديك الساعه كتقدري تهتمي بالاشخاص اللي دايرين بيك. فالله يخليك، اهتمي ليا براسك واهتمي بتقديرك لراسك، واهتمي ضروري بالهضره اللي كتقوليها بينك وبين راسك. اختاري راسك والحياه غادي تختارك. كنبغيك بزاف، نخليك مع تتمه الفيديو. اذا اليوم غادي نشارك معكم كاع لي برودوي اللي كنستعمل. بالنسبه بيان سور فاش كندخل نعوم من وراء الصابون البلدي والحكان والقماش، كنغسل شعري بهاد الشامبو هذا ديال مونتي بيلو، كيتباع في سيا ميزون دو بوتي في صالون ديال اختي، وكندير هاد ديميلوغ هذا. صراحه انا اختي جابت لي هاد الشي كادو في العرس ديالي، وصراحه وافقني بزاف لانه شعري متضرر بالصباغه. وفي الاخير كنستعمل هاد جيل دوش بالميال بالعسل، غزال غزال غزال، ريحته فنه، حتى هو خذته لي اختي. وكندير هاد جيل انتيم هذا، من بعد فاش كنخرج كندير لشعري هاد السيروم، حتى هو كيمشي مع لاكام الاولى اللي قلت لكم.
ونبغي نوصيكم اكيد اكيد البنات انه ترطبوا الجسم ديالكم، خصوصا مع بدا كيدخل البرد الجسم كيبدا ينشف، من بعد كيبداو يخرجوا لي سيلوليت وداك التخربيق كامل. اذا الوقايه خير من العلاج. دونك ملي كنخرج من الحمام اول حاجه كندير كنرطب وجهي، لانه كيكون في السخون وممكن يتضرر، كندير ليه اداكس راها معروفه كتباع في الصيدليات. من بعد كندير مورد الخدود، خصنا لالا نطلعوا السر ديال بوروزي كوزميتيك نمبر 1. صراحه ما خليت ما جربتش موردي الخدود، هذا الوحيد هو اللي لقيته. يعني كيضيء في الوجه، ما كيخليش لكم تطبع، فيه دي فيتامين ما كنخافش منه. كنديرو صراحه الصباح فاش كنفيقو في الليل فاش كنبغي نعس، كيخلي الوجه طبيعي واللون ديالو غزال بزاف والتكستور ديالو حتى هي واعره. كانوا كيجوني لي بزاف الاسئله في الانستغرام وفريمون بارطاجيتهم البنات، شكروني لي لانه فعلا كيعتق. من غير انه كيعتق وافقهم بزاف بزاف. الا كنتو نتوما مهتمين به وباغينه، وانا في نظري خصو يكون عند البنات كامل اللي عزيز عليهم هكا الجمال الطبيعي، يكون عندهم دائما في الصاك ديالهم ولا حدا راسهم فاش يبغيو يناسو. غادي نخليكم الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف، راه غزال غزال غزال. خساره انه كي سميتو كيديروا ليه ليفغيزون غير وسط المغرب، نتمنوا ان شاء الله من القدام يديروه حتى على برا لانه كنحتاجو بزاف. ونهار يسالي ليا ما عرفتش شنو غادي ندير. وكنستعمل ايضا هاد السيروم ديال الشفار والحجبان، كيقويهم كيطولهم غزال غزال غزال. تبعتو بعض المرات راه كنخليه مره كنديرو يومين لا، وفعلا عطى نتيجه غزاله حتى هو من بوروزي. غنخليكم الرابط لتحت. وكنستعمل هاد بارفان بيان سور، تريحو تريحو تريحو. نبغي منكم ضروري تكون ريحتكم ديما نقيه وغزاله، وكونوا اكيدين ان هاد الحاجه هادي كتزيد من الثقه في النفس ديال اي بنت ممكن تطيح لكم على بالكم. ما كاينش بنات مفرقين اللي هادي ما زيدش عليها ما كديرش لها راحه نفسيه، النقا كيدير الراحه النفسيه اكيد. من بعد كنستعمل هاد ديودورون هذا ديال اشويه، بالحق حتى كتفوت واحد نص ساعه قبل من بعد ما كنخرج من الدوش. وكندير هاد الكريم ديال الرجيلات غزال، كيخليهم رطيبين فنين. كنديرو هو وكنكثر منه بعض المرات، كندير التقاشر ونخليه واحد الساعه ونحيدو. والكريم ديال اليدين هذا ديال نوتروجينا ما فيهش الريحه، مي كونسونطري يعني كيرطب مزيان. من بعد اكيد نهتمو بالسنينات ديالنا تكون فيهم ريحه زويونه ديما، كنغسلهم بالسينيال. من بعد اكيد الفيل دونتير، الخيط ديال السنان ضروري ما تستعملوه، واخا تحكوا سنانكم حتى تحكوا ضروري كيبقى وسط منهم الماكله. دونك الفيل دونتير القليله مره في النهار، يعني قبل ما تنعسوا تنقيو هكا سنانكم مزيانين به. من بعد كنستعمل هاد البامبوش هذا ديال اوال بي، وصافي هادشي اللي كندير. لبست الطقم هذا المرتاح ديالي، شوفوا قادي راسي حيت غادي ننزل عند جارتي هنايا نمشي نتعرف عليها. ايوا غنزل داك حتى جارتي، غنزل غير في يعني حنا في نفس البنايه يعني ماشي حتى لشي بلاصه اخرى، غنزل غير في لاسانسات اللي عند التحت. المهم يلا ما شاء الله البالكون ديال غزال، عند البالكون كبر من ديالي حيت هي جات في الشوكه. غزال 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 ما شاء الله. ودابا طلعت للدار غادي نغسل وجهي ونمشي نخدم شي شويه، ومن بعد هكا نمشي للناس. دونك فوالا، شكرا لكم على المتابعه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، نتمنى تكون كنفيدكم واخا غير بشويه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، كنبغيكم بزاف. وتنور حياتي مستني بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. ها أنا دا سعادة وتفاؤلا.